الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له على أنعامه وأفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه وآله. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد لما تكلم عن الأمراض قال: المرض نوعان، مرض الأبدان ومرض القلوب، وكلاهما مذكور في القرآن. وأما قال فأما مرض القلوب فنوعان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. ومرض الشبهة مقصود به ما يحصل في القلب من الشبهات، شبهات الكفر والإلحاد والزندقة والنفاق. قال: وهذا في القرآن في قوله تعالى كما في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: وليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا. وفي قوله تعالى في سورة النور: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله. ومرض الشبهة في قول الله تبارك، أو مرض الشهوة في قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة، شهوة الزنا. فهذه يا إخواننا الأمراض، أمراض للقلوب. وأما أمراض الأبدان قال ابن القيم فهي مذكورة في قوله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج وليس على ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، الآية من سورة النور. ومرض الأبدان قال ابن القيم وصف القرآن من عند الله سبحانه وتعالى ثلاثة من أصول الطب جميعاً، أصول الطب موجودة في القرآن. قال: وذكرها الله سبحانه وتعالى في ثلاث آيات في التنزيل. وأصول الطب تدور على ثلاثة أمور: الأمر الأول حفظ الصحة، والأمر الثاني الحمية، والحمية معناها أن يمنع الإنسان دخول الأشياء الفاسدة عليه، معناها الحمية، أي يمتنع الإنسان من إدخال المواد الفاسدة عليه. والأمر الثالث الاستفراغ، والمقصود بالاستفراغ هو تنظيف الجسم من المواد الفاسدة التي فيه. والثلاثة دي هي أصول الطب جميعا. الإنسان يحافظ على صحته أولا، اثنين يمنع دخول المواد الفاسدة عليه، ثلاثة يطرد الأمر المواد الفاسدة من جسمه. قال: وذكرها الله في آية الوضوء والحج، وفي في آية الوضوء وفي آية الحج وفي آية رمضان. أما في آية الوضوء فقال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى، قال فما وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لم تجدوا ماء فتيمموا، الإنسان يتيمم إذا كان استعمال الماء يضر بصحته. وهذا فيه ما يسمى في علم الطب الحمية، إنه تمنع أو الحفاظ على الصحة،
تحافظ على صحتك بأنه ما تستعمل أي حاجة بتضرك. الأمر الثاني في رمضان قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الإنسان يحافظ على صحته بأن لا يصوم وهو مريض، وأن لا يصوم وهو مسافر. والصوم يا أخواننا من أركان الإسلام، رمضان من أركان الإسلام، وإنت بتأخر الصيام أو تمتنع عن الصيام حفاظا على شنو؟ على صحتك، لأن الحفاظ على النفس من يعني أصول التي قامت عليها الشريعة، حماية النفس وحماية العقل وحماية الدين. كويس؟ طيب الثالث قال في الحج ربنا يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الحج ممنوع إنه الإنسان يحلق رأسه. طيب الزوج إذا كان به مرض يسمح له إنه يحلق رأسه وبعد ذاك يعمل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. وده فيه استفراغ المواد الفاسدة من الجسم، لأن حلاقة الرأس فيها فتح لمسامات الرأس كما ذكر ابن القيم، وفيها إخراج للأبخرة الفاسدة من الجسم. قال ابن القيم: ذكر الله سبحانه وتعالى أقل المواد الفاسدة، إنه أنت بتطلعها ولو تطلب ذلك أن تأتي محظورا من محظورات الإحرام، تطلع المواد الفاسدة من جسمك. قال: وأقلها الأبخرة، وأعلاها البول والغائط وغيره من المواد الفاسدة. قال: والمني إذا تبيغ وغيره. الزول يطلعها من جسمه حفاظا على صحته. يا إخواننا دي أصول الدواء في الطب موجودة عندنا كلها في القرآن. قال ابن القيم: وطب الأنبياء لم يصل إليه أحد من أطباء الدنيا، بل نسبة طبهم إلى طب الأنبياء كنسبة طب العجائز إلى طبهم. الأنبياء ارتقوا مراقي عالية جدا في أنواع الطب ووضع العلاج. ولهذا نشرت صحيفة نيوزويك الأمريكية هذه الأيام مقالا تكلمت فيه عن أسباب الوقاية من مرض فيروس كورونا، وقالوا من أسباب الوقاية المذكورة ما جاء في سيرة الرسول محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. من أسباب الوقاية قالوا ما أمر به من النظافة، وده الآن الناس ذاكرينه في أسباب الوقاية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا أيضا من أسباب الوقاية أن لا يخرج أحد من البلد التي وقع فيها الوباء، وأن لا يدخل عليها أحد، وهذا ما سمي عندهم بالحجر الصحي، وده قاعد في سنتنا. كويس؟ هذه مذكورة في أسباب الوقاية، وكتب عنها هؤلاء الكفرة اعترافا منهم بفضيلة ديننا وبقيم شريعتنا. الكفار ماشيين على ديننا يشيلوا منه، ونحن معانا ناس جوا بلاد المسلمين دارين يمرقوا من الدين، ونافرين من شريعة رب العالمين ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم: لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم معلما للبشرية، يتعلمون منه كيفية الحفاظ على الصحة. وطب الأنبياء يا إخواننا لا يشبه الطب التجريبي. الطب التجريبي قال ابن القيم أخذ من تجارب، وأخذ من عادات الحيوانات، وأخذ من الحدس والإلهام، وكثير منه يبطل أو يبطل أحيانا ولا يصح. كثير من العلاجات المذكورة ممكن يعدي على زمن وتبقى فاسدة، ولكن طب الأنبياء
صحيح موثوق به، ما في كلام. طيب إذن يا أخواننا، هذه الصحيفة لما نشرت هذا الكلام ينبغي أن يكون فيه رسالة لكل حاقد وطاعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعظ ويعتبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا التوقيت ونحن نشهد ما يدور في العالم هذه الأيام، أعتقد أنه أنسب توقيت إلى استعمال ما وجد في ديننا من أسباب الوقاية. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس أو الطبيب الحاذق متى ما تمكن من استعمال الوقاية فلا حاجة له بالعلاج، ونحن الآن في وقت مناسب جدا إلى استعمال أسباب الوقاية، لأن المرض لو دخل علينا ما حنقدر على مقاومته. فالواجب علينا الآن أن نمتنع من كل التجمعات أيا كانت. وهذه الجمعة والجماعة لولا أن الأمر يتعلق بالأحكام السلطانية وما من حق الأئمة، أئمة المساجد ولا الدعاة، كونه يقرر إن الجمعة تقام ولا لا، ده ما من حقه. ولولا ذلك لأوقفت الجمعة حسب ما أعلم من الفتوى الشرعية في وجوب وقف التجمعات، ولكن الأمر ما بيليني أنا كإمام مسجد، إنما يلي الجهات المسؤولة. فالواجب يا أخواننا على الجميع من ناحية فتوى شرعية، دي اللي بعلمنا من نصوص الكتاب والسنة، وقف جميع التجمعات، لأنه الآن يا أخواننا نحن لسه في صحة وفي عافية، وكوننا نمنع دخول المرض علينا أولى لنا وأفضل من نخلي المرض يتمكن مننا ونفتش بعدين في أسباب العلاج. إذا كانت الدول العظمى الآن كندا وبريطانيا تعاني من توفير الأكسجين لمن أصيب بالمرض، بريطانيا تعجز لحد ما أصدرت توجيهات إلى أنه يعطوا الأولوية لمن هم دون 65 سنة، والفوق 65 سنة ده ليأكلوا نارهم. إذا كانت دي دول عظمى، فكيف بينا نحن في الأحوال العادية ما قادرين نوفر أكسجين لثلاثة مرضى في العاصمة وأربعة مرضى، ما قادرين نوفرها. فالأولى بينا الآن وقف جميع التجمعات، إن كانت جمعة وجماعة للتجمعات الواجبة والتجمعات المباحة، عرس ومناسبات اجتماعية، والتجمعات كذلك المحرمة، حفلات رقيص وأندية، والتجمعات البدعية، حوليات وشغل بتاع تجمعات شركية حول القبور والمزارات، دي مفترض تقيف قبال كورونا ذاته، قبال كورونا ما يجي مفترض تقيف. وقف كل هذه التجمعات لماذا؟ لما فيها من توسيع انتشار المرض. والمساجد الناس بيتعاطوا الفرش مع بعض، والفرش ده فيه نفس للأنفاس داخل الفرش، وهذا من أخطر وسائل نشر المرض. ولذلك لو كان الأمر بيدي أنا إمام مسجد حدي بس أدي الفتوى الشرعية البعلمة، وإلا مفترض الناس توقف الجماعة ما ينادوا بالأذان إلا إنه الناس يصلوا في بيوتهم. والجمعة ليه؟ ده أبرأ لينا يا أخواننا وأطهر لصحتنا وأحفظ لديننا. وما تسمع الفتاوى بتاعت الناس السياسية كله له غرض، بعضهم غلطوا إنه ينتشر المرض ويكثر الفساد ويموت الناس لحد ما يتوصل إلى غرضه السياسي. ولذلك احذروا أيها المسلمون، ما نكون نحن أجسادنا وأعراضنا وأبنائنا وأنفسنا تكون عرضة للأغراض السياسية. نحن نبتعد عن أماكن التجمعات، المسجد ده شلب علمانا شرعا تجد تصلي في بيتك، والمسجد ده إن أوقفت الجمعة، لأنه ده ما من حقنا نوقفها، ده حق الدولة، إن أوقفت الجمعة الحمد لله، ولو ما أوقفت الأفضل إنك لو جيت
تجيب معاك مصلاية في يدك وما تباشر الفرج بنفسك، تجيب مصلايتك فرشها ده لو باقي على الجاية انت، وإلا صلي في بيتك كل الصلوات وامتنع عن أي تجمعات. وحتى الأشياء المهمة الأولى أن يكتفي الناس فيها فقط بما تقوم به الكفاية، تشيع بتاع جنازة بس نكتفي بقدر الناس اللي بيقدروا يشيعوا الجنازة، وندعو له ربنا بالرحمة والمغفرة من بيوتنا، هذا أحفظ لنا. ونحن من أكثر البلدان، من أكثر البلدان هشاشة وضعفا وقلة في المواد الصحية وضعفا في التوعية، وإلا والله يا أخواننا لو المرض دخلش علينا نحن إلا يخمونا بالكراكات تاني، والله إلا يخمونا بالكراكات، لأنه زول تاني بيقدر يتعالج ما في. فهذا ما أعرفه من الشرع وما أدين الله تعالى به وما أقف بين يدي الله به من الفتوى الشرعية. صلوا في بيوتكم كل الصلوات الخمسة في بيتك، أي تجمع بلمك مع الناس لو ضروري شديد خليك أنت لابس كماماتك ومحصن نفسك، والوقاية والحرص على السلامة لا ينافي التوكل، عشان ما في واحد يغشك يقول لك أتوكل على الله وأعمل أي حاجة. نعم أنا بتوكل على الله لكن ما بتعرض للمرض، ونحن ما أعظم توكل من عمر بن الخطاب، ولا أعظم توكلا من المهاجرين ولا الأنصار اللي رفضوا يدخلوا الشام لأنه فيها الوباء، إحنا ما أعظم توكل منهم ولا أعظم ديانة منهم، وده كان جهاد في سبيل الله، رجعوا من الجهاد حفاظا على أنفسهم وسلامة لهم. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء وأن يتم علينا العافية ويتم علينا النعمة. أسأله تعالى أن يجعلنا في سلامة في بيوتنا وفي ديارنا وفي أمن تام، وأن يشفي مرضانا، وأن يجعل لمن توفي في هذا الشهادة عنده المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.